اهلا وسهلا، اتفضل. الله يبارك لك. وحضرتك احنا ناس بسطاء من دمياط، عندي ورشة نجارة مش بطالة، واحمد ابني هو البكري، وهو دكتور في الجامعة شاطر زي ما سيادتك عارف. احسن ناس يا استاذ ماهر، وشغلة حضرتك تشرف، مش مفروض ان احمد يستعر منها. هو بس احمد سخط على الحياة البسيطة من زمان على فكرة، وهقول لسيادتك عارف شباب الزمن ده طايش. ايوه بس ده برضه ما عفوش من المسؤولية. مسؤولية سيادتك؟ انا اعصب بنتي عليا، يا قويها تخرج عن طوعي. وكل ده عشان جابته ويتقدم لها لسيادتك بس يعني؟ لا، كل ده عشان قبل انها تستخدمه عشان تسافر. هو عارف انها ما بتحبوش. ما قلت لسعادتك الشباب ده يا فندم بيعرفني للناس على اساس ان انا واحد من قرايبه من بعيد في البلد، مش من قريب حد. وانا صابر على امل في يوم من الايام ان يعرف ان ابوه رباه احسن تربيه لغايه لما بقى كويس. تعال في الجيل بتاع اللي من دول سيادتك. اسمح لي حضرتك يا استاذ ماهر، يعني حضرتك جاي تقابلني ليه؟ ليه اقول لسيادتك ان احمد ابني عريس مش بطال؟ طيب، هي العروسة سافرت، وهي للأسف كانت بتستخدم أحمد، ما كانتش بتحبه. أنا أقسم لك إنه ناسبك يشرفني. مستر مختار، في واحد بيسأل على حضرتك بره، بيقول إنه جاي من استوديو. استوديو إيه؟ أيوة ده أنا عندي هوا. أستاذ ماهر أنا مضطر أمشي، المجد مكتبك في أي وقت. أنا اتشرفت بمعرفتك. بعد إذنك. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.